كنت مع فخامة الرئيس دي بي واتفقنا ووقعنا اتفاقية شراكة مع حكومة تشاد حول إقامة تزويد حكومة تشاد دولة تشاد بمصنع فيما يتعلق بالسولر اللي هو الطاقة البديلة، ونحن ننظر إن شاء الله في الأيام القليلة في إنجاز هذا التواصل، وإن شاء الله بنكون على استعداد في هناك فريق سيزور دولة الإمارات من وزير الطاقة معالي وزير الطاقة والفريق المرافق له للاطلاع على المصنع في دولة الإمارات، وحتى من خلاله ننطلق لإنجاز هذا المشروع الكبير، مشروع الطاقة في تقريبا يعني إلى 200 ميجاوات، ونحن إن شاء الله سوف يتم إنجاز كثير من الإنجازات وفي التعاون في المستقبل إن شاء الله.